ما حكم قول التقينا صدفة؟ إذا كان يقصد أنه بدون قدر من الله هذا يعتبر كفرا، يعني ما في شيء يحدث إلا بقدر. أما إذا كان صدفة يعني نادر، أنه شيء نادر، هذا لا بأس به. صدفة يعني نادر فلا بأس به. أما إن كان صدفة يعني لم يقدر من الله، لكن هذا بعيد أن المسلم يقول هذا الكلام أو يعتقد هذا الاعتقاد. إنما الغالب أنهم يقصدون أن هذا شيء نادر ما كنت أتوقعه. نعم.